اهلا بكم، حلقه جديده من يا هلا والعناوين هي البدايه. استاجر ام اتملك؟ كيف تبني القرار الانسب لبيت العمر؟ استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والفصول الثلاث لا تزال تحت الدراسه. طلاب يحصدون المركز الأول في النهائي الوطني للروبوت ويستعدون للمشاركة عالمية. حياكم الله. تستضيف السعودية أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، يأتي ذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيتضمن جدول أعمال أسبوع المناخ نقاشات مهمة حول التغير المناخي، إذ يجمع صناع السياسات والممارسين ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن مختلف مناطق ودول العالم. رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، مشيراً في بيان له إلى أن هذا الترشح يؤكد على المكانة العالية للمملكة في خريطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية. تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، احتفى معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بتدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل رحمه الله تحت عنوان من مكة وإليها، الذي يتناول السيرة الذاتية للراحل منذ ولادته وحتى وفاته ودفنه في مقبرة المعلى بالعاصمة المقدسة. للمزيد من التفاصيل مع الزميل محمد العتيبي. أولا أنا أحب أشكر الناس على محبتهم للوالد رحمة الله عليه. الحضور اليوم كان كبير جدا من محبين الوالد رحمة الله عليه. تعرف الكتاب هو من مكة وإليها، توثيق لسيرة صالح عبد الله كامل، وإحنا نعتبرها كمان قصة ملهمة لشباب اليوم حتى يتعلم منها. رجل بدأ بسيط ومع الوقت كبر وانطلق وانتشر وأصبح له إضافة وبصمة في كل مكان، فالحمد لله على هذا، والله يرحمه ويغفر له، وإن شاء الله يكون وفينا في توثيق جزء من سيرته. محبة خالصة لصالح كامل، وهذا يعكس ما مدى حسن أخلاق هذا الرجل لما كان، وإحنا بالنسبة لنا هذا أهم شيء، ذكر سيرة الرجل وليس ما قدم الرجل، لكن سيرته الحمد لله كانت طيبة وعطرة، وهذا اللي إحنا ورثناه عن جد. الله يرحمه، والله ان شاء الله تكون هذه الكتاب يعني يزيد لي اجر والحسنات له، وان شاء الله يكون قصه حياته وتجربته مفيده للناس ويستفيدوا منها. هو كان اكثر شيء يهمه اعمار الارض ويفيد الناس، فان شاء الله الناس تستفيد من قصه حياته وتخدمهم ان شاء الله. الحمد لله، الله ان شاء الله يكون يجعلنا راضيين فيه زي ما كان هو راضي في ابوه الله يرحمه، وان شاء الله يكتب فيه اجر وخير. يحتفل العالم اليوم بيوم المعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، ويأتي تقديرا لدور المعلمين في المجتمع والاعتراف بجهودهم في تعليم الأجيال القادمة. يا هلا التقت بمجموعة من المعلمين والطلاب للحديث حول هذه المناسبة. أهنئ المعلمين الكرام باليوم العالمي للمعلم، وشكرا لجهودكم، وشكرا لاحترامكم وأخلاقكم الحسنة، شكرا لأبي الآخر، شكرا لمعلمي. أشكر معلمي الفاضل الذي كان لي أب وعلمني واستفدت منه، وفي النهاية أقول شكرا. أشكر كل المعلمين اللي درسوني في المراحل السابقة، وأهنئ المعلمين على اليوم العالمي للمعلم. في هذا اليوم العالمي أشكر المعلمين على حسن عملهم وعلمهم، وطال الله عمرهم وطال عمرهم بصحة وعافية، اللهم احفظ معلمينا والمعلمات. حابين نشكر معلمينا وعلى اللي قدموه لنا،
ونتمنى كل التوفيق للمديرنا الفاضل ووكيلنا الفاضل، وكل عام وانتم بخير. حاب اشكر جميع معلمينا الافاضل على تدريسهم لنا بدايه العام الدراسي، وحاب اشكر خصوصا استاذ الرياضيات استاذ غالب على تدريسه لي وحببني اكثر في الماده. احب اقول شكرا للمعلمين، واحب اهنيهم في يوم المعلم العالمي، ومهما قلت شكرا لن اكفي حقكم. اقول شكرا لكل معلم، شكرا لمن علمنا نحن المعلمين، شكرا لصناع المستقبل، شكرا لصناع الأجيال والأجيال القادمة ومن صنعوا الأجيال السابقة. كلمة شكرا لا توفي في حق المعلم، أقولها وبكل صراحة. كولي أمر والله أني أرى ذلك يعني من خلال ما أسمع من كلام ابنتي أو كلام ابني، المعلمة يعني سوت كذا، المعلمة قالت كذا، المعلمة سوتنا اليوم اختبار إضافي تعدي، فهي قاعدة يعني الحقيقة تمارس أعمال يعني إضافية على الأشياء المطالبة فيها. أشكر المعلمين على جهدهم وعلى بذلهم وعلى عطائهم، يبذلون جهد صراحة عالي وما شاء الله نتائجها ملموسة على أبنائنا الطلاب. شكرا لكل ما فعلوه وكل ما يفعلونه وكل ما سيفعلونه وما نراه من جهود ملموسة، فجزاهم الله ألف خير. احتفلت مؤسسة محمد بن سلمان مسك بخريجي برنامج زمالة مسك ضمن مسار مسك القادة، وكرمت المؤسسة الفرق الفائزة في المسابقة السنوية احتفاء بجهودهم التي تساهم في صناعة جيل واعد. مزيد من التفاصيل مع الزميل صالح بن حسن. تختتم مؤسسة محمد بن سلمان مسك برنامج زمالة مسك، والذي استمر على مدى 6 أشهر، واستفاد منه 70 شاباً وشابة من أبناء الوطن. نحتفل لنهاية رحلة برنامج زمالة مسك. هذا البرنامج برنامج عريق ومن أقدم برنامج المؤسسة، بدأ في عام 2017، يستهدف طلاب الجامعات المتميزين في مختلف مراحلهم الدراسية، سواء كانت الجامعية أو ما بعد الجامعية مثل الدراسات العليا. هذه النخبة من الطلاب يختاروا بعناية ويعملون على شكل فرق لحل بعض التحديات المجتمعية والعالمية. في البداية كنا مرة متحمسين لليوم، وكنا متمنين أن نطلع من المراكز الأولى، حطينا جهود كثيرة في الفكرة، ولما فزنا في المركز الأول حسينا أن فعلاً الإنسان إذا حط مجهود راح يلاقي مجهوده. كان في كثير ناس ساعدونا في اللي نبغى نوصل لليوم، ولما سوينا الفكرة سويناها لأن إحنا عندنا طموح فعلاً أن نحط المجهود حقنا وأن نستخدم تخصصاتنا عشان نثمر التخصص حقنا في شيء نقدر نطوره للأجيال القادمة. خلال رحلتنا 6 شهور قدرنا أن نمر أول شيء بالمعسكر اللي علمنا كيف إحنا نتعامل مع الفريق، إيش هي المهارات القيادية اللي القائد يحتاجها، ومن بعدها انطلقنا في المسابقة. المسابقة امتدت ل4 شهور من الأفكار ومحاولة تنفيذ هذه الأفكار في السوق السعودي، والحمد لله قدرنا اليوم أن نكسب المركز الأول في حلنا في مجال الطاقة المتجددة. اشتغلنا أنا وفريقي على مشروع صحتك، وهو عبارة عن نظام يعنى بمعالجة البيانات والتنبؤ بالتوزيع المناسب للعاملين في القطاع الصحي. النسخة القادمة إن شاء الله ستطلق خلال الأسابيع القادمة، نسعى من خلالها إن شاء الله لقبول على الأقل مو أقل من النسبة اللي إحنا قبلناها هذه السنة اللي هم 70 شاب وشابة، وحيخوضوا إن شاء الله رحلة مثرية تدريبية نوعية على مستوى عالي جداً. دشنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عربسات هويتها الجديدة التي قالت عنها إنها تأتي انعكاس الاستراتيجية المؤسسة ورؤيتها الطموحة الجديدة، وتم تدشين الهوية الجديدة خلال حفل أقامته
المحطة في العاصمة الرياض بحضور رواد الفن والإعلام. ولمزيد من التفاصيل مع الزميل مساعد بن خضير. اليوم هويتنا تعكس توجهنا الجديد. عرب سات لديها التزام كامل توفير خدمات مميزة في عدة مجالات، مجال الإعلامي اللي روتانا جزء منه، وهذا المجال تقديم خدمات عديدة لإيصال هذه القنوات للعالم كافة. الآن كروتانا كمثال، المشاهد في أمريكا، في أمريكا الجنوبية، في أستراليا، في العالم كافة يستطيع أن يستمتع ببرامجكم الطيبة. عرب سات قدمت استراتيجية جديدة للفترة الخمس سنين القادمة، الدور هذا يؤمن توفير هذه الخدمات واستدامتها على مدى خمس سنوات أو ست سنوات قادمة. لدينا سلسلة من الأقمار الصناعية اللي نطرحها الآن، احتفلنا من شهرين بإطلاق بدر 8، الآن 7A وبدر 9 في طور البناء. توسعنا في دول في أوروبا، لدينا في اليونان، في قبرص، في الشرق الأوسط كافة. لدينا الآن خدمات أبعد من هذا اللي هي الحفاظ على البيئة، حفاظ على الثروات الناتشورال ريسورسز عن طريق توفير البيانات وتوفير تحليلها لتقديمها للمتلقي سواء الجهات الحكومية أو الجهات المختصة في هذا المجال. نتحدث بعد الفاصل كيف تبني قرار شراء منزلك، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد. قد يبدو سؤال أشتري منزل أم أستأجر سؤال محير وقديم متجدد وتتعدد إجاباته، فليس هناك إجابة واحدة تناسب الجميع، ذلك لأن لكل شخص وضع مختلف وحالة لا تشبه الآخر. نحن في هذه الفقرة نحاول الوصول إلى الإجابة وتفاصيلها التي تبدو ملائمة للجميع مع المهتم بالشأن العقاري الأستاذ العبودي بن عبد الله. حياك الله أستاذ عبودي، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا في هذا اليوم. الله يحييك. خلينا نبدأ معك السؤال العام، هو سؤال حقيقة لازال محير للكثيرين، أشتري بيت أم أظل مستأجر؟ طبعا ما في وجه مقارنة بين الشراء أو الاستئجار. طبعا أنك تتملك الأصل أفضل بكثير أنك تستأجره ولا تتملكه، لكن طبعا يعتمد، هي ليست إجابة فتوى للجميع، ولكن هي كل على حسب ظروفه، نقدر نقول حاجته، قدرته، والعرض المناسب له. إذا أنت تروح مع خيار التملك. التملك أكيد في حال أنه مثل ما قلت لك يقدر، محتاج، يقدر ولقى له العرض المناسب ما يتردد. جانب ثاني، لو لبسنا القبعة الأخرى، وأنا معك في كلامك يمكن أنه لكل شخص ظروفه، يقول لك يا أخي التكلفة علي اليوم على 15 سنة 20 سنة ما توازي أني أنا أكون مستأجر، واحد، اثنين، المساحة والمتطلبات اللي أنا أبغاها، وهذا جزء مهم يمكن من ثقافتنا إحنا كسعوديين، ما توازي الشيء اللي أنا أبيه مقابل القيمة اللي أنا أحصل عليها، فأبقى مستأجر أفضل لي. هذه وجهة نظر أخرى، أنت وش رأيك فيها؟ طبعا وجهة نظر أحترمها بشكل كبير، وهي تمثل جزء كبير في ناس تفكر بالطريقة هذه. واللي يعتقد أنه استمراره في الإيجار أنسب له فيستمر في الإيجار، لكن كوجهة نظر التملك هو الأفضل متى ما وجد العرض المناسب. أرجع ثاني مرة أقول العرض المناسب، نرجع ثاني مرة. وش مواصفات العرض المناسب؟ العرض المناسب أو هي ثلاثة تقدر تقول أنها ثلاث أضلاع. أول شيء اللي هو حاجته، يعني ماذا يحتاجه، أفراد أسرته، يعني أفراد أسرته وأفراد العائلة، القرب من العائلة الكبيرة يعني، أو الأهل مثلا أو أهل الزوجة أو كذا، برضه هذه من الحاجة للشراء. القدرة اللي هو الضلع الثاني، كم تقدر، كم راتبك، كم المبلغ اللي معك واللي لو تشتري كاش،
زين، او لو بغيت تمويل لا سالت كم يطلع لك كمبلغ تمويلي تستطيع من خلال الشراء. هنا من خلال القدرة والحاجة، عدد أفراد الأسرة والقدرة اللي يخبرك بها البنك، هنا تستطيع اختيار العرض المناسب. طبعا البعض يقول أنا أبغى مثلا، أنا أبغى في الشمال مثلا، في شمال الرياض، مع أنه عدد أفراد أسرته يعني مثلا نقول 6 والراتب مثلا 15 نفرض الشيء هذا، هنا ممكن ما يتوفر له له تمويل، ممكن يجي مبلغ 1,300,000 أو 1,200,000 أو تزيد أو تنقص يعني بشكل عام يعني، أو بشكل يعني مو دقيق. بالمبلغ هذا ما يستطيع أن يشتري له وحدة مناسبة لقدرته وحاجته زين، فلكن يختار موقع آخر يعني، في مواقع أخرى. كذلك في مدينة الرياض ممكن يجد من خلالها 1,200,000 أو 1,300,000 ما يكفي لحاجته وقدرته. لذلك هي ثقافة يحتاج أنه يدرسها ويقتنع فيها. يعني لا زالت مثلا لو نحسب أسعار المتر في الرياض، صح يوجد 7,000 في المتر في شمال الرياض، لكن يوجد 1,500 في جنوب الرياض. ففي كذا وفي كذا، أنت وين قدرتك وحاجتك تستطيع أنك تختار الخيار المناسب لك. صح، بجنوب الرياض موجود بأطراف الشرق بالرياض، موجود بأطراف الغرب، ولأن الغرب بدأ الحين يرجع يعني يأخذ أسعار أعلى. لكن التحدي الكبير دائما أمام اللي يبون يشترون أنه غالب الوظائف هي في وسط الرياض، في الغالب شمال شرق يعني في الجزء هذا، فالمسافة أيضا بعيدة كل البعد إذا افترضنا المدارس وغيرها. لكن بالإضافة إلى الثقافة، خليني أسألك أستاذ عبودي، هل تعتقد اليوم أنه نسب الاستقطاع، ويمكن تذكر حديث لمعالي وزير الإسكان تحدث فيه أنه نسب الاستقطاع اللي تصل 60% لازالت يعني غير مشجعة بالنسبة صحيح للحكومة، وأنها تسعى الخفضها إلى 45%، هل تعتقد أنه هذا الشيء ممكن؟ وإذا كان ممكن كيف بيحصل؟ طبعا هي لا تناسب، ممكن نقول أنها لا تناسب كنسبة كبيرة، ممكن تناسب البعض. متى تناسب؟ لو كان عنده دخل آخر. احنا نتكلم عن متوسط رواتب، يعني خلينا نقول من 10,000 إلى 15,000 ريال. لو كان عنده دخل آخر ممكن تناسب. أنا دائما اللي يعني يشاورني يقول أنا لقيت لي أنا أبغى استقطع كذا، أقول له جرب قبل لا تتخذ قرار الشراء. قال البنك بياخذ مني راتبي 10,000، البنك بياخذ مني 6,000، أنا ودي أشتري ومتحمس ومندفع. أقول قبل لا يعني تشتري شل هالمبلغ مدة 3 أشهر وشوف نفسك، أوزن نفسك، هل تستطيع العيش حياة كريمة أنت وأبنائك؟ هل تستطيع أنك يعني تواصل؟ مشت أمورك، تحملته، ممكن 3 أشهر تزودها 3 أشهر لو بغيت أخرى زين. إذا قدرت أنك توازن توكل على الله. إذا من أول شهر حسيت أنك متورط، حسيت أنك تدور من هنا ومن هنا، التفت للي أنت موزيه هنا، فان وضعك ما يسمح. لذلك نرجع نقول يحتاج كل واحد انه يوزن نفسه قبل اتخاذ قرار الشراء. وش الخيار الثاني؟ لو جيت انا وسويت هالتجربه مع نفسي اليوم، وقعدت 2-3 شهور وبعدين اكتشفت انه انا ما استطيع اتحمل 60% من دخله و6,000 ريال اللي شلتها، وش الخيارات البديله لي عشان اتملك مسكن؟ تقلل، ممكن تقلل، تغير الحي، تقلل نسبة الاستقطاع، كلها خيارات موجودة. دائما احنا او الكثير يبحث عن احياء محددة، حتى لو انه يعني دفع مبلغ اكبر او دفع قسط اكبر، ممكن انه يدفع القسط هذا او اقل منه في احياء اخرى. ارجع ثاني مرة اقول نحتاج الى يعني ان يكون عندك اختيار مناسب وعرض مناسب لحاجتك وقدرتك. تشوف انه مفاهيم الناس حول بيت العمر يعني تغيرت الان؟ الاشتراطات اللي كانت موجوده عند الناس اول ما عادها موجوده، مجلس رجال، صاله، مجلس حريم، ملحق، 6 غرف، التفاصيل هذه، غرفه سواق، غرفه عامله، لا زالت هذه الاشتراطات عند السعوديين حوش كبير؟ هل باقيه زي ما هي ولا تغيرت؟ كثير
تغير الفكر هذا، خاصة مع الوضع الحالي بالنسبة لأسعار العقارات الموجودة. لكن أنا يعني عندي وجهة نظر بالنسبة لبيت العمر، وهذه اللفظة يعني بيت العمر، أنا أقول يعني مع بداية حياة الإنسان في عمله أو بداية حياته بعد ما يتزوج، يعني بداية حياته يحتاج أنه يأخذ عقار مع بداية الحياة، لا ينتظر حتى يبلغ 30-35 عشان يأخذ بيت العمر. في هذه اللحظة هو ما بعد بدأ، لا يبدأ من يعني من سن مبكرة، بحيث إذا انتصف فيه العمر يكون خالص، يبدأ ب ب ب بيت مرحلة، يأخذ له وحدة تكفيه هو أبنائه في الفترة هذه، يأخذ في أي حي يناسب قدرته الشرائية، يناسب وضعه، يناسب حاجته وقدرته. بعد 15 سنة يصير عمره 30-35 تقريبا، هنا أو نقدر نقول 35، هنا يستطيع عنده أصل تم سداده، يستطيع الاستفادة منه سواء بيعه أو أنه يستخدمه كدفعة أولى، يستخدمه وعادة العقارات سعرها يعني حتى لو زاد عمرها سعرها يزداد، أو تبقى محافظة أو تبقى محافظة على قيمتها. الثقافة هذه تشوف أنها تغيرت فقط في المناطق الكبرى، الرياض، جدة، الدمام واللي فيها تعداد سكاني كبير، ولا موجودة في كل المملكة؟ الثقافة هذه طبعا اللي هو التغير بالنسبة للوحدات الكبيرة، التغير بين احتياجاتك في بيت العمر، هذه في المناطق اللي أسعارها ارتفعت في المدن الكبرى وضحت بشكل كبير، أما بالنسبة للقرى والهجر والمحافظات لا ثابتة، لأنها يعني لا زالت الأسعار ممكنة ويستطيع شراء الوحدات الكبيرة، والله لا يغير عليهم. آمين. الجزء المهم يعني اليوم يمكن واللي كثير من الناس تتحدث عنه هو ارتفاع نسبة الفائدة. الفدرالي الأمريكي لسه ما بان يعني هل هو بيروح مع رفع فائدة إضافي ولا لا، لكن في الغالب تكون العلاقة عكسية، بحيث أنه لو ارتفعت الفائدة مفروض أن أسعار العقار تنزل، لأنه بطبيعة الحال سيقل الطلب لأنه الناس ما راح تروح مع أسعار فائدة أعلى. أنت مع هالتوجه؟ تشوف هالشيء صايب؟ هذا من ناحية نظرية صحيح، لكن من ناحية عملية واقع السوق، من تقرير هيئة الإحصاء الربع الثالث الربع الثاني من عام 23 في زيادة بنسبة 1% بالنسبة للرقم القياسي لأسعار العقارات. طبعا هذه لا تعتبر زيادة بالنسبة لأسعار العقارات، تعتبر نقدر نقول أنها استقرار في الأسعار، زيادة قبل رفع الفائدة. طبعا هذا الكلام بعد رفع الفائدة 11 مرة، قبل رفع الفائدة كانت زيادة في أسعار العقارات تصل من 15-20%، تزيد أو تنقص في بعض في مناطق مختلفة. دلالة عليش يعني هو الأصل أنها تنزل المفروض الأسعار، هناك تماسك في الأسعار، ليش متماسكة؟ لا زالت، ليش ما استجابت؟ لا زال الطلب موجود، لا زال ما في تحجيم للطلب، لا زال الطلب موجود، مع أنه يعني الشركة الوطنية للإسكان مع وزارة الإسكان يعني مشكورين بدأوا يضخون يعني وحدات، يعني وإعلان عن وحدات مئات الآلاف من الوحدات على مساحات يعني كبيرة جدا تصل إلى 35 مليون وأكثر وأقل في مختلف مناطق المملكة لتوفير وحدات مناسبة بأسعار منافسة، ومع ذلك لا زال الطلب مستمر خارج هذا الإطار اللي هو إطار مشاريع الإسكان، لا زال الطلب هذا وجوده هو اللي خلى الأسعار لا زالت متماسكة. طبعا فيه نزول في بعض المناطق في أطراف المدن اللي كانت تعتمد على المضاربات، يوجد نزول إلى من 15-20%، لكن هذا طبعا نزول طبيعي، لكن بالنسبة داخل الأحياء داخل المدن الأسعار مثل ما ذكر أنه يعني متماسكة. البورصة العقارية بعد إطلاقها يقال أنها أصبحت تكشف يمكن أسعار الأراضي والأحياء بشكل دقيق غير اللي احنا متعودينه، وأنها حجمت شوية من عمليات المضاربة اللي تصير، لأن الناس صارت تشوف الأرقام قدامها ما تحتاج تأخذ رقم من شخص أو شخصين أو ثلاثة. ما رأيك بهالكلام؟ البورصة العقارية تعتبر نقلة نوعية في الموثوقية والوضوح وشفافية الصفقات، تشوفها قدامك، صح. تشوف قدامك
الصفقة اللي تتم الآن تشوفها، اللي تمت قبل شوي الآن تنزل في البورصة العقارية، فتشوف أنت الأسعار وتشوف الأسعار حتى لو كانت مرتفعة تلاحظها أو نازلة تلاحظها. وكذلك وضحت الشيء اللي ما كان واضح من أول، اللي هو لو حصل أنها تكون فك رهن، وهذه يعني حدثت قبل فترة، يمكن قبل سنة ونص أو كذا، كان في أراضي في حي الملقى على 3000، يعني أنها تم إفراغها ب 3600 أو حولها، والبعض قال أنها يعني أنها أفرغت أو بيعت بهذا المبلغ، وبعد ما تم التحقق منها عن طريق أحد القنوات قال أنها لا، هو مجرد فك رهن. فلذلك البورصة كذلك غطت هذه الثغرة في أنها بدأت توضح حتى اللي فيها فك رهن أصبحت موجودة فيها، طبعا فيها شفافية كبيرة، وبإذن الله أنها يعني تكون داعمة لأسعار حقيقية. اليوم أنت قبل شوي بديت حديثك قلت أنه في بعض المناطق تصل أسعارها 7000 ريال، وفي مناطق تصل أسعارها 1500، وهذا على أرض الواقع صحيح، حقيقة يمكن كلنا نعترف فيها. وش اللي يحدد اليوم وصول سعر المتر 7000 وسعر المتر في المكان الفلاني 1500؟ مع العلم أنه في أحد الأحياء الآن في شرق الرياض ما في خدمات والأسعار قاعدة ترتفع. يعني أنا أفهم أنه أبو 7000 عنده خدمات وسط الرياض، كل شيء حولك، ما تحتاج تطلع أكثر من كيلو واحد عشان تحصل على الخدمات كلها اللي تحتاجها. لكن ليش بحي جديد اليوم ألقى الأسعار العالية وما في خدمات؟ هنا تعتمد على الاستشراف، استشراف المستقبل العقاري في هذه المنطقة أو ذيك. يعني بعض العقاريين يعني يستشرف، يتوقع أنه في هذه المنطقة بعد يتنبأ يتوقع يستشرف المستقبل، يقول لك أنه بإذن الله هذه عنده معطيات، عنده مخططات قامت هنا وهنا، هو يشوف أنه في المنطقة هذه راح يكون فيها خلال فترة محددة راح يكون فيها يعني دخول خدمات، وبعد دخول خدمات راح يكون فيها زيادة. فتجد المناطق المضاربية، يعني أتوقع أمس أو كان في البورصة أكثر منطقة تم المبيعات فيها في الخير وفي عريض، فهي منطقتين كلها مضاربية وبعيدة عن الخدمات، يمكن الخير فيها ألف وباء هي اللي فيها الكهرباء والباقي ما فيها. فلذلك هناك من يستشعر كل مالها ترتفع ما تنزل. يعني نقدر نرجع ثاني مرة للرقم القياسي، ما ودنا أن نتكلم بشكل إطلاق، الرقم القياسي يقول أنه بشكل عام في زيادة 1% نعتبرها مستقرة الأسعار، بس هذا رقم مجمع ما هو رقم صحيح الحالة واحدة. صحيح صحيح، لو رحنا يمكن ولا نقدر نحكم على حالة واحدة أو على مجموعة من الحالات أو حتى على يوم واحد. وش الأفضل أستاذ العبود اليوم، أشتري منزل جاهز ولا أشتري أرض وابني؟ إذا أنت عندك قدرة على إدارة فريق عمل لبناء المنزل، المنزل وبناءه ترى ما هو بحاجة بسيطة. البعض يعتقد أنه يعني بس اشتري لك أرض وجيب لك مقاول ويلا وشدها وبتمشي معك، زين إن شاء الله تمشي، لكن بشكل عام هو فريق عمل. أنت هل عندك إدارة؟ هل تستطيع إدارة فريق العمل بطريقة صحيحة؟ ما يلعبون عليك، ما يزودون في الأسعار، ممكن البعض يعتقد أنه بيوفر وممكن يطيح له في بعض الأخطاء اللي تكلفه أكثر من أنه لو شرى جاهز. لكن لو قدرت تصل إلى مطور عقاري ممتاز، عنده تجارب سابقة، عنده سي في ممتاز، عنده تستطيع أنك تستفسر من اللي شروا من قبل، أنا أفضلها على الخيار الأول إذا ما كان عندك خبرة. لو جاني مستثمر مبتدئ اليوم، لو جاك مستثمر مبتدئ وقال لك ارشدني المنطقة أشتري فيها سواء عقار أو أرض، وسعرها حسب تنبؤات العقاريين سيتضاعف مثلا بعد 10 سنوات، وش المنطقة هذه بالرياض؟ والله ما ودنا نوجه يعني لا احنا ما نبغى حي، نقول شمال شرق غرب، يعني بشكل عام أطراف، الأطراف هي المستقبل، مستقبل الرياض في الأطراف، ولأنها كل ما لها تتوسع الرياض، والأرض يعني ما تقدر تجيب لك أرض ثانية، إذا امتلت هذه الناس بتتوسع وتنطلق إلى الأطراف، والأطراف هي المستقبل.
تشوف أنه اليوم حسب حديث أحد العقاريين اللي ما يشتري خلال سنتين في الرياض ما راح يقدر يشتري؟ ما أقدر أقول الكلام هذا ممكن، لأنه في ترويج هالعبارة هذه، اشتروا الآن الرياض. احنا نعرف أنه الرياض مقبلة اليوم على طفرة كبيرة جدا كوحدة، يعني من مستهدفاتنا أنها تكون واحدة من أفضل 10 مدن في العالم، وبالتالي راح يكون فيه يعني تحول كبير على مستوى البنية التحتية، الخدمات، الأحياء وما إلى ذلك، غير استقطاب الشركات وغيرها. فهل هذا محفز حقيقي اليوم يقول لك أنه لا، أنت إذا ما تقدر خلال السنتين ترك ما راح تقدر بعدها؟ أنت في حديثك تقدر تقول أنك جاوبت عن معطيات مؤثرة، ما يمكن نقول أنها غير مؤثرة، سواء في لا شك. سواء في حتى في أسعار العقارات أو في الطلب، لكن ممكن نجيبها من جانب بسيط اللي هو عدد السكان. عدد سكان الرياض مستهدف أنه يتجاوز 15 مليون خلال 7 سنوات، الآن 7 مليون، نقول 8 مليون خلال 7 سنوات، بيزيد مليون كل سنة، كل سنة زيادة مليون. هذولا بيستاجرون، بيشترون، بيتملكون، وين بيروحون؟ فلذلك في طلب قادم. طبعا ما راح يقدر يشتري، انا يعني شوي اتحفظ عليها، لكن راح يعني اللي دائما يكون في فرص للشراء اقتنصها متى ما جاتك الفرصه. يعني اضرب لك مثال، الصندوق العقاري كان يقدم 500 ألف، صح؟ الان تغيرت ال 500 ألف الى دعم غير مسترد، سواء 150 أو 100 ألف على حسب الراتب. برضو هذه فرص الآن، ترى 150 والمية تراها فرص مثل ما كانت 500 أول فرص، مصفوف الدعم معينة بكل فترة تستطيع الاستفادة منها إذا كنت مستحق الدعم. لا تتردد إذا وجدت ما يناسب قدرتك وحاجتك. أحسنت، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل المعلومات القيمة. الأستاذ العبودي بن عبد الله المهتم بالشأن العقاري. نستكمل فقرة يا هلا بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن الوزارة مستمرة في العمليات التطويرية لركائز التعليم، وتعمل على تعزيز دور المعلمين والمعلمات في خلق برامج تطويرية، مؤكدا أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تركزت على المعلم والمنهج والعملية التعليمية. وأعلن الوزير عن تبني الوزارة استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، كما أعلن عن استلام الوزارة أكثر من 70 ألف مبنى تعليمي جديد في جميع مناطق المملكة. وأكد الوزير البنيان أن الفصول الدراسية 3 لا تزال تحت الدراسة والتقييم. عبر الاتصال المرئي تنضم معي الأستاذ حنان الحمد، المستشار التربوي ومستشار تربوي وتمييز مؤسسي. حياك الله معنا أستاذ حنان، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. بيهلا، يا حياك الله، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية، شكرا على الاستضافة. أستاذ حنان، بشكل مجمل أول شيء خلينا نسمع رأيك، يعني كيف قيمت حديث الوزير بشكل عام في هذا المؤتمر؟ بداية أنا شاهدت اللقاء كأول المؤتمر كامل، وحي معالي وزير التعليم أستاذ يوسف البنيان على توضيح توجه الوزارة بما يتفق مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين والرؤية التي تبناها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان. كتربوية وكمختصة في الإدارة والتخطيط التربوي أجد ما يثلج الصدر حقيقة في هذا المؤتمر. لماذا؟ بدأ توضيح مسار أو دور ديوان الوزارة بأنه مشرع، بمعنى التوجه الاستراتيجي للوزارة بما يتفق مع تحقيق أهداف رؤية 2030 كان واضح تماما في هذا المؤتمر. إذن التشريعات سوف يكون هو دور ديوان الوزارة. عمليات التشغيل أيضا كانت واضحة جدا، بحيث إحنا كنا كتربويين أو كمختصين في الإدارة والتخطيط التربوي نقول إنه هناك فجوة بين التشغيل والجانب الاستراتيجي، الآن لا، بدأ توضيح الأدوار لكل مكون في الوزارة. الأمور التشغيلية سوف تتكفل فيها ذراع الوزارة المرن اللي هي شركة تطوير التعليم، بمعنى الآن أيضا اتضح دور شركة تطوير التعليم بأنها سوف تكون مسؤولة عن الأمور اللوجستية والأمور التشغيلية إلى آخره.
ماذا يظل للإدارات التنفيذية في الوزارة اللي هي إدارات التعليم أيضا، اللي هي التركيز سيكون دورها الأساسي التركيز على العملية التعليمية والتربوية، بمعنى أنه تم تخفيف الكاهل عن هذه الإدارات بحيث أنها تركز على الثلاث مكونات الرئيسية والتي تدعم الوزارة الإدارات التعليم في هذا، اللي هي البيئة التعليمية، المعلم والمنهج المدرسي، كيف يتفاعلون مع بعض من خلال الإدارات التنفيذية اللي هي تبدأ من إدارة التعليم، مكاتب التعليم، إلى أن تصل إلى المدرسة، يشوفون على كيف تتفاعل هذه المكونات الأساسية مع بعض بحيث تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي هي بالتالي أساساً الأهداف الرؤية. بمعنى وجدت أنا كمختصة ما يثلج الصدر في هذا التوجه الرائع حقيقة، يعني الآن كل مسار اتضح أو اتضح دور كل مكون من مكونات الوزارة. أيضا ما لفتني هو التنظيم أو الهيكل التنظيمي الأفقي، خليني أقول، بمعنى أنه الوزارة الآن كان كنا نجد في الهيكل التنظيمي أنها مسؤولة عن الكثير المكونات التنظيمية في التعليم، الآن لا، أصبح تعاملها مع 16 إدارة تعليم، والبقية أو 16 إدارة تعليم مسؤولة عن الإدارات التابعة لها، وهذا يخفف العبء ويعطي إدارات التعليم أو يجعلها أكثر استقلالية مع الإشراف المنضبط، وهذا بصراحة أنا أجد شيء رائع جدا جدا. كل هالحديث هذا اللي تفضلتي فيه، يعني في عملية إعادة الهيكلة والحوكمة وإيضاح الأدوار والمهام لكل الإدارات اللي موجودة في هالوزارة، أنا اليوم كمعلم، كولي أمر وكطالب، كيف راح تنعكس علي؟ خلينا نتفق أنه المجال التعليمي لما تطبق عليه شيء ما تظهر نتائجه بشكل حالي، يعني مثلاً مو هو مثلاً إنترنت خرب عندك ولا فايبرز ركبناها وصار اتصال إنترنت سريع، لا لا لا، أنت تتعامل مع إنسان، تتعامل مع نظام تعليمي له مكوناته المعقدة، بمعنى أنك أنت لما تبدأ تلمسها يعني تاخذ وقت، خليني أقول أو أتفق مع، يعني أبغى الجميع يتفق أنه أي شيء تعليمي ياخذ وقت. خلينا نأخذ على سبيل المثال الثلاث فصول. الثلاث فصول الهدف منها أني أنا أحقق كمملكة عربية سعودية نظام التعليمي لا يقل عن دول العشرين، اللي هي لازم يكون عندي 180 يوم يدرسها الطالب خلال السنة بحيث أنا أقدر أحقق مخرجات ذات كفاءة عالية، تمام؟ هل أنا يعني لما أطبق الثلاث فصول مثلاً السنة هذه تطلع منتجاتها أو مخرجاتها السنة هذه أو اللي بعدها أو اللي بعدها، ولا بتاخذ وقت؟ لا، أنا بقول لك بتاخذ وقت، أو خليني أقول 180 يوم، لأنه الثلاث فصول هي مجرد تنظيم أو أمر تنظيمي فقط. بس الوزير هنا ذكر أستاذ حنان أنه هذا الأمر لا زال تحت التقييم، إذا كان في مستهدفات استراتيجية اليوم لدى الوزارة من هذا الأمر، أنا أعتقد أنهم من المفترض أنهم ينتظرون النتائج وبعدين يقولون إحنا ننتظر النتائج في ظرف 5 سنوات وبعدين نقرر، لكن هو ذكر أنها تحت التقييم، والسؤال هنا ما هي فترة التقييم يعني المنطقية اليوم أو المنهجية وفق خبرتك أنت كتربوية؟ ممتاز. إحنا عندنا شيء في التعليم لما نيجي نطبق أي تجربة نسميها التوسع الحلقي في تطبيق التجربة، عاد حسب المستهدف من هالتجربة، هل أنا بطبق مثلا على عدد كبير أو على عدد صغير، وهذه تمت معنا في مثلا نظام المقررات والتقويم المستمر إلى آخره، تمام؟ فالتوسع الحلقي في تطبيق أي تجربة تعليمية لحد الآن هي الأداة اللي أثبتت نجاحها. ليه؟ على أساس أني أنا أقدر أدرس مثلا خلال 3 سنوات أو خلال 4 سنوات أو خلال مثلا نقول يعني أقل المينيمم خليه يكون عندي 3 سنوات، يعني هو لأي تجربة تعليمية، عشان أقدر أقيس مخرجاتها وأيضا حسب الفئة المستهدفة من هذه التجربة. فخلينا نتفق أنها 3 سنوات. التوسع الحلقي في تطبيق أي تجربة، سواء بطبق منهج، سواء أطبق مثلا طريقة استراتيجية جديدة في التعليم، أطبق مثلا نظام دراسي جديد 3 فصول. على فكرة خلينا أكد على فكرة النظام 3 فصول هذه ما هي جديدة علينا في المملكة، كانت تطبق في المدارس العالمية، يمكن عشان كذا تم تطبيقها بشكل شامل لأنها أثبتت نجاحها في بعض المدارس العالمية. لكن
طبيعة المدارس تختلف عن التعليم العام عن التعليم المدارس العالمية، لها نظام أو المدارس العالمية لها خصوصيتها ولها نظامها الخاص فيها، فيمكن طبيعة المناهج وطبيعة المعلمين وطبيعة الطلاب تختلف تماما، يمكن عشان كذا وجدنا تذمر من الأهالي. فنتفق أنه التوسع الحلقي بمعنى أنا أبدأ بحلقة صغيرة وأبدأ أعمم نتائجها مع القياس المستمر في حال أثبتت نجاحها، ما أثبتت نجاحها لا، أنا أتجنب الكثير من الهدر والخسائر إذا أنا طبقتها بشكل عام بشكل سريع بدون ما أخليها تمر بتجربة. جيد، بتوقف يمكن معك عن جزء مهم ذكره الوزير في هذا المؤتمر، هو موضوع الصندوق الاجتماعي. وش تتوقعين يعني مخرجات هذا الصندوق؟ وتكلم عنه بشكل مقتضب حقيقة، ويبدو أنه لازال تحت الدراسة. وش المنتظر من صندوق اجتماعي اليوم تقيمه وزارة التعليم؟ يعني أنا من تحليلي لكلمة معالي الوزير أنه الفئة المستهدفة هي منسوب التعليم، تشجع العمل التطوعي، بيكون بمعنى أنه حيكون منتجات وحيكون المستفيدين منها منسوب التعليم، وأيضا تحقق رؤية المملكة في مجال العمل التطوعي اللي هي نشر العمل التطوعي في جميع أجهزة أو على المستوى الفردي أو على مستوى مؤسسات الدولة. هل حيكون مثلا المنتجات هي استهداف مثلا للمعلمين مثلا اللي عندهم ظروف مادية سيئة أو اجتماعية سيئة؟ هل هي بتساعد على تنمية المعلمين اللي ما عندهم قدرة على التنمية؟ هل بيكون في مثلا مجال لتبادل الخبرات او منتجات تقدم مثلا المعلم او المعلمين المتميزين او الاداريين المتميزين او اصحاب التجارب الجيده، بيكون لهم مثلا منصات يقيمها هذا الصندوق بحيث انها تنشر هذه الخبرات، يعني بس بتكون تحت مظله الوزاره بالتاكيد. هل بيكون مثلا مرنا تجربه مثلا اللي هي القروض الميسره زي ما كنا نشوفها في شركه ترامب؟ هل بيتبنى الصندوق الاجتماعي هذه الفكرة أنه بيكون لهم أو بيسوون مشاريع ويكون لهم منتجات بحيث أنه يكون عائدها يستفيد منها منسوبي وزارة التعليم من خلال قروض ميسرة، من خلال مثلاً اللي هي المساكن الميسرة إلى آخره؟ لأنه ظهرت أكثر من برامج تستهدف مثلاً موظفي الدولة أو تستهدف المعلمين، لكن لم تكن متبنى بهذا الشكل اللي أنا نبأ إن شاء الله أنه يكون، بحيث أنه إذا تأسس بشكل مثلاً قوي حيكون مخرجاته بإذن الله مستدامة بحيث يستفيد منه جميع أجيال المعلمين أو منسوبي وزارة التعليم على اختلافهم. فهل يعني الفئة المستهدفة واضحة اللي هو المنسوبين وزارة التعليم، تنمية العمل التطوعي، هل بيكون لها منتجات ومشاريع وبيكون لها دعم مادي مخصص من الوزارة؟ ننتظر إن شاء الله لما يصدر التنظيم الكامل لهذا الصندوق. بالعكس فكرته جدا ممتازة، لا شك، يمكن من المبكر أن نحكم عليه، لكن إحنا نحاول أن نحصل على أكبر قدر يمكن من التوقعات أو المعلومات حول هذا الصندوق ومهامه. خلينا نسألك عن جزئية مهمة يمكن كثير يمكن يتساءل عنها وتحدث عنها الوزير البنيان، وهي تدريس اللغة الصينية. هل أصبحت اللغة الصينية اليوم مطبقة في كافة المدارس؟ هيدا في عندي يعني يمكن ملاحظة شخصية، أنه في هذا المؤتمر في كان فجوة بين أسئلة الصحفيين التي تهتم بالهم الآني للعمليات التشغيل وما طرح في هذا المؤتمر. اللغة الصينية على فكرة هي هدف تم تضمينه في اللي هو نظام الثانوي الجديد اللي طبق جزء منه اللي هو المسارات، وما كانت بس اللغة الصينية مطروحة في هذا النظام، كان في اللغة الفرنسية أو أي لغة يختارها الطالب، وتقوم المدرسة بتهيئة البرامج ودعمها. طيب الآن وجدت المظلة لتعليم اللغة الصينية، هل لها مخرجات حاليا؟ أنا كتربوية ما أشوف لها أي مخرجات حاليا، يعني ما تم سابقا، كان يمكن اجتهادات خليني أقول تطبيقات سريعة استجابة لهذا القرار، لكن يجب أن تتبنى اللغة الصينية تحت مظلة نظام مستدام، وهي موجودة في نظام المسارات، أو لو تم تغيير نظام المسارات ممكن يتبنى من خلال نظام المقررات أو غيره.
بمعنى بس ليش التركيز على اللغه الصينيه استاذ حنان؟ يعني وانت ذكرت قبل شويه ان المسارات فيها لغات اخرى، لماذا التركيز على اللغه الصينيه؟ الصين وما ادراك ما الصين جمال، يعني قوه اقتصاديه عالميه لا شك، يعني لا شك. هذا السؤال لا اساله انا، ولكن انا كمتابع للحدث مع اني فتره كبيره عن الاحداث، ولكن الصين يعني كقوه اقتصاديه عظمى الان، وايضا كصديق للمملكه العربيه السعوديه، ويمكن حجم التجاري انا ما اقدر اعطيك رقم، ولكن انا اتوقع من خلال كمستفيد من السوق او لما اروح اشتري كلها الصين. هي احد الشركات التجاريين الاوائل يعني مع السعوديه، ما في شيء صحيح. فانت لما تجي تعلم يعني من يعني الحكمه ظلت المؤمن ان وجدها فهو احق بها، واذا احنا وجدنا هذه الحكمه مع شريك اقتصادي عظيم احنا ممكن نكون شراكه اقوى واعمق، واللغه او اللي حنتواصل معاهم فيها هي اللغه، فاحنا لما نتعلم لغتهم تفهم طريقه تفكيرهم تماما، مثل ما تعلمنا اللغه الانجليزيه، والان ما شاء الله عندنا ناس كثيرين يحللون طريقه تفكير الدوله الفلانيه والدوله العلتانيه. صح، بس انا ليش سالتك استاذه حنان؟ لانه يمكن كثير من الناس اليوم بعيدا عن القبول والرفض او التحفظ ايا كان رايهم، لكن البعض لا زال عنده علامة يمكن استفهام، يمكن لأسباب معينة، أهمها هي أن اللغة الصينية ليست مثل اللغات الأجنبية الأخرى. نتكلم عن قواعد اللغة، نتكلم عن أساسيات اللغة، الأحرف بحد ذاتها، طبيعة النطق البعيد يمكن شوية عن اللغة العربية. احنا متفقين أنه اليوم في مشتركات كثيرة بيننا وبين الصين كثقافة شرقية، خلافا إلى الجانب التجاري، خلافا إلى الإرادة السياسية بيننا وبين الصين. اليوم هي أحد أهم حلفاء المملكة ما في شك، لكن فيه يمكن كثير من الناس لا يفهم طبيعة هذه اللغة، لا يفهم لماذا احنا نسعى لدراسة هذه اللغة. وهنا يجي دور لما احنا نطرح برنامج زي ما تم في المؤتمر اليوم، يتم توضيح اهدافه، يتم توضيح مثلا احنا ايش راح نستفيد. انا عندي سؤال، كم صيني يتقن اللغة العربية ويتحدثها بطلاقة وتشوف له مقاطع منتشرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي؟ هنا احنا لازم نبدأ نفكر بطريقة تفكير الآخر عشان نقدر نوصل له. يعني اتقان الصينيين للغة العربية، مع انه الغير متحدثين اللغة العربية لما يبدأ يتحدث اللغة العربية يقول انتوا لغتكم من أصعب اللغات، ومعروف أن لغتنا العربية من أصعب اللغات على فكرة، لا من ناحية القواعد، لا من ناحية تشكيل الحروف بالنسبة لمن لا يعرفها. اللغة الإنجليزية أيضا صعبة لمن لا يعرفها بحكم عملي الأساسي كمعلمة لغة إنجليزية، لما كنا ندرس اللغة الإنجليزية تحس أنها صعبة، لكن لما بدأت برامج الابتعاث والدول اللي تتحدث باللغة الإنجليزية صارت سهلة، لأنه صار في كل بيت هناك من يتحدث اللغة الإنجليزية. إذا الصيني قدر يتعلم العربية فإحنا قادرين نتعلم الصينية. نعم جميل. جانب آخر، هل بالفعل اليوم بسبب الكثافة في المدارس ضمن الحلول أنه يكون في يوم حضوري ويوم عن بعد لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول؟ إذا ما تم هذا القرار كيف ترينه؟ بالنسبة للكثافة الطلابية هي لها أكثر من عامل، اللي هي يدخل فيها اقتصاديات التعليم، بمعنى إذا أنا بيصير عندي عمليات تشغيل لازم يصير أنا عندي مثلا عدد أو تكلفة الطالب لها ليميت معين حسب اللي هي تحدد الوزارة وحسب ميزانيتها إلى آخره. تفعيل التعليم المدمج أعتقد أنه وش المتوسط لتكلفة الطالب أستاذ حنان؟ والله لا يحضرني، يمكن آخر تحديث لي في, في, في هذه المعلومة، ويمكن هناك من يصححني، حسب التحديث الأخير يمكن تبلغ يمكن حوالي 20,000 ريال. هذه آخر باليوم ولا بالسنة؟ وكان من فترة باليوم؟ لا بالسنة 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 لا بالسنة بالتعليم العام 20,000 إلى 26,000 ريال، تمام؟ وتختلف حسب تشغيل المدرسة وحسب عدد الطلاب وحسب عدد المعلمين إلى آخره. بس هذه المعلومة قديمة بالنسبة لي أنا، أو يعني من سنة قرأتها أو من أكثر من سنة. على الأقل يكون عندنا خط أساس نقدر نبني عليه بعدين. إيه ممكن إذا بحثتوا عنها في الإنترنت تجدونها موجودة أعتقد في موقع الوزارة أو في الدراسات اللي طرحت. التعليم المدمج مهم جدا، لأنه إحنا يعني صار عندنا منصات كثيرة، وأيضا في نقطة جميلة أنه توحيد المنصات حقة الوزارة، يعني هذا حلم بالنسبة لي، يعني بدل 20 منصة يصير عندنا منصة واحدة
بالتعاون مع الجهة المسؤولة في الحكومة. يعني هذا تقدم رائع. يعني أنا أقول لك مبسوطة اليوم، يعني أشياء كثيرة تحدثنا عنها نشوفها الآن واقع. التعليم المدمج مهم جدا أستاذ جمال. ليه؟ لأنه أصلا أريد إحنا عندنا المنصات موجودة، التخفيف عن زحمة الشوارع، المواد اللي تقدر الطالب ياخذها عن بعد خلي ياخذها عن بعد. يعني المواد اللي ما تحتاج مثلا تواصل مباشر مع المعلم، ممكن يكون ايضا هناك تعليم ذاتي لبعض المواد. يعني انا اقدر اني استغنى في بعض المواد عن بعض المعلمين، عرفت شلون؟ فممكن يكون في بعض المواد تعلم ذاتي الطالب يسويها يعني من خلال المنصات الموجوده. فالتعليم المدمج يعني مره فكرته رائعه. ايضا في مواسم مثلا الشتاء ممكن انا كثره الزكام، كثره الانفلونزا، هذه ممكن انا اطلب من الطلاب انهم ياخذون مثلا يومين في الاسبوع مثلا عن بعد يدرسوها في البيت عن بعد. تشوفينها يعني فعاله يعني على في بعض المواد؟ نعم. في بعض المواد نعم. لكن في مواد لا، لازم يكون التواصل المباشر مع المعلم. يمكن اخر سؤال بختم معك فيه استاذ حنان، اليوم برايك ما الذي يحتاجه المعلم والمعلمة في السعودية؟ ما الذي ينقصهم؟ اللي ينقصهم اللي هو خلينا نقول نغير آلية التفكير أو المايند سيت حقت المعلم. بمعنى أنا ليش قلت لك إنه الأسئلة اللي طرحت اليوم لقيتها تختلف عما طرحه معالي الوزير؟ ليه؟ لأنه الآن النظرة للمعلم هي أن يكون معلم شمولي. بمعنى احنا بنتخلص من فكرة المعلم اللي يعطي مادة واحدة وتخصص واحد، بننتقل بالمعلم السعودي انه يكون معلم شمولي، معلم يمتلك ادوات التدريس، تعليم الطلاب على اكسابهم المهارات والآلية التفكير وطريقة التفكير. لانه سمو ولي العهد في احد اللقاءات ذكر انه الان المعلومة او احنا في زمن المعلومات، كثرة المعلومات، انت لا تعلم الطالب المعلومة، انت تعلمه كيف يتعلم المعلومة، كيف يميز انه هذه المعلومة جيدة او لا، طريقة التفكير في الاستفادة من هذه المعلومة. اذا المعلم دوره تغير تماما، تغير 180 درجة من مصدر المعلومة الى ميسر لاكتساب هذه المعلومة. فانا اقول المعلم او اللي قرر يمتهن مهنة التدريس ان يغير طريقة تفكيره، أن يغير نظرته لمهنته من أنه ما أدرس حصصي وأرجع أطلع. لا، أنت دورك 24 ساعة في، يعني حتى أنا من خلال تجارب اللي مريت فيها والمشاريع اللي مارستها مثلا مع الوزارة، اللي هي كان في أحد المشاريع أنه المعلم هو ينشئ المنهج كامل. يعني تخيل معلمات عندنا كانوا أنشأوا المنهج كامل. فالمعلم عندنا قادر على كل شيء بإذن الله، طالما كان عنده القابلية والدافعية لهذا. التعليم أو التدريس ليس مهنة عادية، هو شغف، هو قدرة، وبأول بالأخير هي أمانة. أنك أنت هذا الطالب إذا علمته تحتسب الأجر فيه، وبعد عمر بيكون إن شاء الله ثمرة تحصدها. أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك الأستاذ حنان الحمد، المستشار التربوي التميز والمؤسس. لا شك أن العملية التعليمية اليوم تمر بتحول كبير جدا. نعود ونقول أنه دائما أساس هذه العملية التعليمية هم المعلمين والمعلمات، وأيا كانت البرامج الموجهة للمعلمين والمعلمات فسيبقون هم الأساس الحقيقي لهذه العملية. وسنبقى دائما ممتنين وشاكرين لكل جهد يقوم به معلم أو معلمة اليوم يشاركوننا فيه المعرفة ويبنون الأجيال القادمة. بعد الفاصل لنعود. حياكم الله من جديد. في أكبر مشاركة تاريخية على مستوى السعودية في الأولمبياد العالمي للروبوت بمشاركة 114 فريقاً، بدأت المملكة استعداداتها نحو رفع راية الوطن عالمياً في أولمبياد بنما المنتظر. نحتفي اليوم في هلا بالفائزين ونستكشف دروب المسابقة والطريق نحو العالمية مع فهد الزغيبي عضو الفريق الفائز بالمركز الأول في النهائي الوطني للروبوت، وعبد الملك المالكي عضو الفريق الفائز بالمركز الأول في النهائي الوطني للروبوت. أهلاً بك فهد. أهلاً عبد الملك. يا أهلاً وسهلاً. ألف مبروك.
سعيدين اليوم باستضافتكم بهلا وجودكم معنا يا ابطال. الله يعافيك وان شاء الله فالكم الفوز باذن الله باذن الله. خليني ابدا معك فهد. اول شيء الذهب غالي ويلمع دايم. صحيح. واضح يعني. الله يسلمك. وتستاهلونه حقيقه. الله يعافيك. خلينا اول شيء اسالك وش فكرة الأولمبياد هذا؟ متى بديت أصلا تشتغلون على الموضوع؟ سواء أنت كشخص أو حتى أنتم كفريق يعني. بالنسبة كفكرة للأولمبياد عن الروبوت، هي مثل ما اسمها أولمبياد، يتنافس فيه الطلاب والطالبات مع بعض، يبتكرون يصممون مشاريع أيضا روبوتات، لأنه فيها عدة مهام، فيها مهام برمجية عن بعد، في مهام مثل ما تشوف روبوتات أداء مهام يؤدي المهام، فيها المشاريع والحلول المبتكرة، هذه كلها هي فكرة الأولمبياد عالم الروبوت بشكل مختصر. بالنسبة لنا احنا كفريق بدينا شغل من تقريبا من شهر أغسطس، قبل تقريبا شهرين من اليوم بدينا استعداد، بدينا شغل بناء على المسابقة اللي احنا والفئة اللي احنا داخلين فيها Future Engineers اللي هم مهندسي المستقبل. الحمد لله انتهينا بعدها مثل ما قلت لكم على تقريبا اكتوبر او قبل اكتوبر قبل المسابقه، والحمد لله دخلنا ورب لك الحمد لله وفقنا واخذنا المركز الاول على المستوى المملكه. كم لك سنه بالمجال هذا؟ بالنسبه لي 8 سنوات. 8 سنوات بالضبط. انت الحين باي مرحله؟ ثالث ثانوي. 8 سنوات يعني من سادس او خامس تقريبا رابع خامس ابتدائي بديت في المجال هذا. بديت في المجال. عبد الملك متى كانت بداياتك بالموضوع هذا؟ انا بدايتي هذه السنه الحمد لله. ما شاء الله. وعلى طول على الاول. الحمد لله. ما شاء الله. بعد مساعده الزميل فهد. بارك فيك عبد الملك. اول شيء هو صراحه في شعور اول مسابقه او اول مشاركه وانت تاخذ المركز الاول شعور غريب في نفس الوقت جميل. بعد هذه المسابقه ما اوجهها زميل فهد اول شيء بعد شكر خاص لامي وابوي للي كانوا محفزيني من اليوم الاول حتى هذه اللحظه بعد يعني قبل ما اجي كانوا محفزيني وكانوا داعمين لي من اول لحظه الى اخر لحظه. وش اللي خلاك تروح لمجال الروبوت؟ هو اول شيء بما انك اول سنه يعني فهد خلص نقول له خبره. بسالك انك انت ليش؟ شوف انا من قبل وانا صغير كنت احب بدايتي في البرمجه، كنت احب ابرمج، احب اقعد على الكمبيوتر اشوف ايش في البرمجه هذه وايش هي. بعدها لما كبرت كبر معي هذا الطموح والشغف بالكمبيوترات والروبوتات والبرمجه بشكل عام بشكل خاص. فلما كنت في الحين في ثاني متوسط جتني الفرصه والحمد لله اني ادخل هذه المسابقه حقت الروبوت واني امثل المملكه في هذه المسابقه. الحمد لله لما دخلتها كنت ماخذ امل انه مثلا في الاصير اخذ المركز الاول على الرياض وان شاء الله بعدها المركز الاول على المملكه. والحمد لله اخذنا المركز الاول على الرياض وجبتها. الحمد لله. الحمد لله. فهد كلمني عن انتم اليوم تمثلون المنتخب السعودي. صحيح. للروبوت. صحيح. المنتخب هل في اتحاد اليوم للروبوت؟ صحيح. وش نوع الدعم اللي تلقيتوه؟ وش نوع الدعم الجاي لكم في الأولمبياد المقبل ببنما؟ بالنسبة للاتحاد منظم البطولة هو الاتحاد السعودي للرياضات الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية. هذا الاتحاد هو المنظم البطولة وأغلب بطولات الروبوت في المملكة. صراحة حاب أوجه لهم الشكر الكبير على تنظيمهم لهذه البطولات. راح اتكلم مش مجاملة قد ما هو صدقا، لانه انا شخص مثل ما قلت لك بديت من 8 سنوات على الاقل. خلينا لو جينا اخذنا مقياس 2018-19 وقارناها باليوم راح نشوف اختلاف كبير جدا بين هذه السنوات. اختلف الدعم الكبير اللي اختلف. نتكلم عن التنظيم. انا في 2017-18 يوم كنت افوز على في المسابقات المحلية واخذ بطل المملكه كنت اتمنى اني اطلع وامثل بلدي برا واحتك مع العالم كمل المسار بالضبط واحتك واكسب خبرات حتى امثل وطني سنه ورا سنه بشكل افضل. كان ودي هذا وكان بالنسبه لي يعني شيء مثل الامنيه اني اطلع امثل بلدي لاني كنت افوز لكن ما كان في الفرصه اني اطلع. كم مره فزت الحين؟
إذا تكلمنا عن بطولة الأولمبياد العالم للروبوت، الحمد لله 5 سنة بخمس بطولة. ما شاء الله. الحمد لله. وكل هالمركز يا رب لك الأول. ما شاء الله. بدايتك اليوم مع روبوت تحديدا والحديث عن معايير المشاركة هنا، لما قريت معايير المشاركة وأنت لك يعني مجال طويل فيها، هل كان في تحدي في هذه المعايير اللي وضعوها؟ كان في طبعا تحدي، لكن دائما الصعوبات والتحديات هي اللي تعطيك في النهاية المتعة في المشاركة. دائما كل ما كانت المسابقة خلينا نقول فيها تفاصيل أكثر، فيها تحديات أكثر، كل ما كانت لذة الفوز في النهاية أفضل وأحسن. اليوم لما أختم البطولة الحمد لله بالذهب، أرجع ترجيني يعني خلينا نقول في الذاكرة اللي وراء، أقول الحمد لله الواحد اشتغل واجتهد وسهر وتعب، لكن في النهاية الحمد لله الواحد اكتسب خبرات وتعلم، وهذا المهم. في النهاية بإذن الله خلال شهر نكون ممثلين الوطن في بنما بإذن الله. اسمحوا لي أبطال نطلع فاصل ونعود. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. نستضيف معنا في هذه الفقرة أبطال المملكة الذين حصلوا للمركز الأول في النهائي الوطني للروبوت، استعدون للمشاركة في أولمبياد بنما المنتظر للروبوت. عبد الملك، اليوم أنتم شاركتوا بمسابقة فيها 114 فريق يمكن تقريبا، اليوم شارك أكثر من 31,000 في التصفيات، رقم كبير ودليل على أن اللي يهوون هذه اللعبة كثير. أنت اليوم كشخص يعني مهتم بهاللعبة وبديت تصير شخص يعني تنتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الممارسة، خلينا نقول كيف تصف اهتمام الشباب بهاللعبة تحديدا، بالروبوت تحديدا؟ أول شيء الروبوت هو متعلق بالبرمجة، فالأغلب الطلاب المتعلقين بالروبوت كانوا يتعلقون بالبرمجة، فبداياتهم بالبرمجة فيبرمجون شوي شوي، يعني يتعلمون يتعمقون في البرمجة، فيكتشفون في مجالات كثيرة تقدر تستخدمها من البرمجة، منها الروبوتات. وبعدها اكتشفوا في مسابقات كبيرة وممكن تصنع لك اسم، ومنها هذه المسابقة حقت الروبوت. فهم دخلوها بغاية أنهم يوصلون مراتب عالية، وهذا يعني هو بعد الروبوت بيساعدهم أنه بيكون هم برمجة من هم صغار، يعني يحبون البرمجة فبتساعدهم أو بتسهل عليهم الفوز بمراتب عالية في هذه المسابقة. بالمسابقة هذا الأولمبياد الوطني كم كان في فئة؟ كان فيه 4 فئات اللي هي مهام المستقبل، مهام الروبوت عفوا، مبدع مهام الروبوت، مبدع الروبوت، مهندسون المستقبل، وايضا مهام رياضه الروبوت. فاربع فئات كانت. نعم. والتنافس كان شديد عليها، المعايير وحده لها كلها ولا كل وحده لها معيار؟ في صراحه في بعض الفرق شاده حيلها، كانت معاها روبوتات ما شاء الله مبرمجه جيدا ومبنية أو مصنوعة بصناعة جيدة، فكان الواحد لازم يركز على الروبوت حقه، يكتشف الأخطاء حقها، يصلحها ويجرب الروبوت حقه عشان يكتشف المزيد من الأخطاء، عشان لا يكون مثلا نسبة الخطأ 0%. جميل. فهد، جاء دور شو اسمه الأخ؟ ما أطلق عن اسم، لكن أطلق عن ذا جوست الشبح. الشبح. طيب اشرح لنا عن الشبح، هذا اللي شاركتوا فيه؟ هذا شاركنا فيه وفزتوا فيه بالمركز الاول. اعطيني فكره عنه. طبعا خلينا نقول اول شيء اني اعطي فكره عن المسابقه او الفئه اللي شاركنا فيها. فكره الفئه ما هي مشاريع، هي فئه مهام، يعطيك مهام في حلبه كبيره، بناء على المهام هذه اذا اجتزتها اللي هي عقبات، عندك مكعبات تجي خضراء وحمراء كثير يحط لك في الملعب، بناء على المهام المكعبات هذه انت ما تعرف الوانها. طبعا بالنسبه للالوان ممكن يحط لك اخضر، الاخضر لازم تروح يمين، هذه قواعد معايير. الاحمر تروح يسار، تمر من جنبه باليسار، اذا سويت العكس تتوقف المباراه. طبعا هذه وش الصعوبه فيها، انه انت ما تدري كم عدد المكعبات الموجوده، وش الوانها،
وين اتجاهها كنت مع قرب الساعة أو عكس قرب الساعة، بالإضافة إلى وش وين موقع التوقف حقك. فهذا أشياء كنت أنت ما تعرفه إلا وقت المباراة، تأخذ الروبوت ينسحب منك، بعدها تأخذ الروبوت تلعب على طول بعد إعلان التوزيع. بعد ما تلعب أنت تكلم من الروبوت، مطلوب منه إنه يؤدي كل هذه المهام ببرمجة واحدة. كيف تسوي الأشياء هذه؟ باستخدام الحساسات المتقدمة. نتكلم إنه مثل ما تشوف هنا مستخدمين، أول شيء خلينا نشغل الروبوت، مستخدمين كاميرتين، كاميرا لقراءة الخطوط اللي تحت عشان تعرف أنت وين اتجاهك، هل مع قارب الساعة يعني هل في اللفات تأخذ يسار ولا تأخذ يمين. نتكلم عن الكاميرا اللي فوق، بتشتغل عن طريق أنها تقرأ أو الألوان اللي هي المكعبات سواء حمراء أو صف أي حمراء أو خضراء، بالإضافة لللايدر اللي هو يسوي سكان للملعب حتى يحدد وين أماكن المكعبات، بالإضافة إلى ثلاث حساسات ألتراسونيك اللي هي حساسات المسافة، تشتغل لك تشتغل حتى تبعد الروبوت مسافة كافية عن الجدران وبأنه ما يصقع فيها، بالإضافة لحساسات التوازن. نتكلم عن الموتور، طبعا عندك من أي من أيضا الأشياء اللي لازم أو من الأشياء الصعبة في المسابقة واللي لازم تسويها، إنك عندك محرك واحد فقط للدفع ومحرك واحد للتوجيه، يعني لازم تسوي ديفرنس حتى تقدر تمشي، مش مسموح لك محركين تتحكم فيهم، لا محرك واحد ديفرنس سويه وتشتغل فيه. كم خذيتوا فترة عشان تبنون هذا الروبوت؟ خذينا حول الشهرين مثل ما قلت لك. حتى انت وعبد الملك ولا عبد الملك؟ اي بالضبط، انا وعبد الملك، وطبعا عندنا المدربين علمونا في البدايه. نتكلم عن الروبوت، سويناه كامل بال 3D برينتر اللي طابت ثلاثيه الابعاد من اي تو زد، الهيكل كامل 3D برينتر، حتى تروس المحرك كل شيء قصيناها بالكليريك لمكان السي ان سي حرفيا، حتى اللي هي الستاندات الاشياء هذه كلها 3D برينتر. بعدها اشتغلنا في اضافه الحساسات الكاميرات، اخذ وقت مننا جدا كلها طويل. مصنعه خصيصا لهذا الهدف بالضبط عندنا في المعمل، لكن الكاميرات والاشياء هذه مثل ما تعرف هي قطع جاهزه بالضبط، وانت تبدا تبرمجها، او طبعا لها استخدامات متعدده لكن انت لازم تبرمجها على الشيء اللي انت تبغاها. اخذ مننا وقت جدا طويل، هذا مش اول نسخه، هذه تقريبا ثالث او رابع نسخه من الروبوت، تصاميم مختلفه، مهام مختلفة حتى نقدر حتى قدرنا نوصل للشكل النهائي والتصميم النهائي. الله يوفقكم ان شاء الله يا فهد وعبد الملك. ابغى رسالة منك اخيرة فهد. بصراحة شكرا اتحاد السعودي للروبوت، عيد الشكر لسبب مثل ما قلت لك، انا قبل 5-6 سنوات واقل كنت اتمنى اني تكون عندي الفرصة اني بعد ما افوز على مستوى المملكة يكون عندي تأهيل عالمي واشارك. اليوم الحمد لله اتكلم عن خامس مشاركة عالمية باذن الله على مستوى العالم. خلينا نقول حلم صار حقيقة. المسابقات، التنظيم اللي قاعدين نشوفه الحين صراحة يعني اختلف 180 درجة من واقع التجربة. تنظيم كبير، دعم كبير، كل اللي قاعد يصير صراحة نشكر عليه القائمين عليه، الاتحاد السعودي، الجهات الداعمة، كل هذول ساهموا بشكل كبير في تطويرنا احنا كشباب. تستاهلون، تستاهلون يا فهد. عبد الملك كلمة أخيرة. أول شيء زي ما قال زميلي فهد، أوجه الشكر للاتحاد السعودي للروبوت لانهم اتاحوا لي هذه الفرصه بما انها اول مره، والحمد لله المركز الاول. في رساله ثانيه للشباب اللي ما دخلوا، هذه المسابقه بتكون مفيده لك، ما بتشوفها الحين، بتشوفها في المستقبل، ممكن لما تكبر بعد تخرجك من الجامعه، او ممكن في الجامعه نفسها اذا دخلت تخصص مثلا برمجه او روبوت او اي شيء متعلق فيها، بتساعدك يكون عندك خبره سابقه، وبعد بتسهل لك الجامعه. فهذه فرصه جيده للشباب اللي ما دخلوها. شكرا جزيلا لكم عبد الملك المالكي عضو الفريق الفائز بالمركز الاول في النهائي الوطني للروبوت، فهد الزغيبي عضو الفريق الفائز بالمركز الاول او بالمركز الاول في النهائي الوطني للروبوت. فالكم التوفيق ان شاء الله، باذن الله نحتفل احنا وياكم ان شاء الله، ان شاء الله فوزكم في اولمبياد بنما قريبا، طموح ابناء الوطن ان شاء الله تعدى عنان السماء وانتم قدها. شكرا جزيلا فهد، شكرا جزيلا عبد الملك، ختام يا هلا الى اللقاء.